بارك الله فيك. والله اليوم تم استدعاء من طرف منظمة حقوق الإنسان ونظرا لأني معناها صار لي تعنيف من طرف أشخاص يوم الخميس الساعتين ونص، أنا ماشي بالسيارة متاعي واقف في الضوء، جاوني جوز أشخاص منهم واحد بوليس واحد معاه ووقفوني وهبطوني من الكهرباء بالعنف وعنفوني بالباهي ورموني في القاع وعملوا لي مونات في يدي، وبعد وقفوا تاكسي، وقف البوليس على التاكسي وهزوني للمركز للدعاء يدعي عليا يقول راني انا ما وقفتوش في الوقت، قال لي وقف رغم اني انا في الفوت جاء وما شفتوش السيد هذا. هذه المشاكل معروفة من منين جاية بالضبط، هذا بكل يعرفوا شكون السبب نتاعها وشكون في جيبتها. لكن وقت مشيت للمركز اللي راني انه بخلاف السيد هذايا اللي جاني اللي هو معناها بعد سألت عليه يظهر فيه معناها كان مطرود من الشرطة وشد حتى شهرين حبس، عاود رجع لي معناتها ويستعملوا فيه بعض الأشخاص معناها التعنيف العبيد والعنف هذايا اللي احنا معناها في نيتنا وفاه من وقت الثورة اليوم عاود رجع ورجع بقوة، عباد يستعملوا البوليسية يستعملوا فيهم والبوليسية مع أشخاص أخرين اللي هم معروفين بسوابقهم لتعنيف رجال الأعمال، ومعناها باش يوصلوا للمارب شخصية سيرتو. واحنا تو المشكلة اللي عندنا هي مشكلة الاتحاد الصناعي والتجارة، وهذه طريقة معناها نتصورها طريقة غير أخلاقية، وأنا تو مش نقدم قضية بالعون هذايا والشخص اللي معاه، ومش نقدم قضية زادة كيف كيف للشرطة باش توقف السيد هذايا العون هذايا، وان شاء الله باذن الله نتحداو اللي قاعد يصير، وهذا راهو ما يخوفناش، هذا يحطنا كان نقدموا لقدام، خاطر اللي صار ما هوش لمصلحه البلاد، والخوف هذا اللي يحبوا يزرعوه هو الخوف باش العباد تتوخر، وهذه الخوف تنحى بعد الثوره، العباد ولا تحب تتكلم، العباد تحب تصلح، العباد تحب اللي ما كانوش حتى يحبوا يتكلموا ولا يحبوا يتكلموا، تو فما عباد اللي يحب هي معناها تحط العباد ما عادش تنجم تتكلم والعباد يرجع الخوف في القلب اللي موجود، وعلى باذن الله نتحداو الحكايه هذه وان شاء الله فما كان الخير. بارك الله فيك.